هاي الشعرية عندي هون بدأت تتحمر شوي شوي، وأبو طه يجيد تحريك. يجيد تحريك الشعرية. يلا على طول بأي شيء. ملح انزلي بأي شيء ثاني يخفف حرقها. بدي كمان تاخذ لون شوي أبو طه. والله أخذت لون مليح. لا لا لسه شوي كمان. بسم الله. هيو الآن بدنا نقلب الرز تقليب أو التكنيك اللي أنت بستخدمه. بستخدمه اللي عملتك إياه. يلا يا أبو طه. طيب أما في المنطقة الأخرى عندنا هون ففي عندي البصل مقطع إلى شرحات رفيعة، مقطع إرباً إرباً إرباً. هاي السؤال تبع التطبيق، إذا بتعرفوا بتعرفوا شو البصل كيف وضعيته، مكعبات ولا دوائر ولا شرحات؟ أحسنت يا بطار. هون بدي بلش أضيف على البصل الفلفل الأسود، شوية ملح، بودرة مرق الدجاج، تشكيلي من بهارات الضياء. عندي بهارات مشكلة، عندي الكاري. هاي الشرحات على الهواء والسؤال على الهواء. عندي الهيل. أحسنت يا بطاها. القرفة. تمام. والثوم المفروم. يلا بعون أجيك بالمي هون. لا لا كمان كمان بطاها كمان شوي. تقليل نضيف فيها. من زيت الزيتون على هالخلطة. يا عيني عشت محلا، يا عيني يا عيني. الله. ونبدأ في خلط البصل وتشبيعه مع البهارات مع الضغط الخفيف حتى أطلع عصارة البصل شوي عشان من ريحة أنت. بعدين بنجيب الجاج بنضيفه وين؟ فوق البصل. إذا عملتوا هاي الحركة قبل بيوم حطيتوها بكيس لا ضير من الإغلاق، لا ضير، لا ضير. أحسنت يا بطاة. حتى تتشبع الجاجة مع البصل بهالنكهة طيبة. شو رأيك هون؟ كمان كمان بطاها شوية صغيرة. حرك برضه؟ نعم. بسم الله. شوفوا كيف طبخت الرز، قلبته منيح، مي بتغلي، ضبط ملحه. هذا رز طبعا قطاف كامل الاوصاف. الان راح اتركه دقيقتين ثلاثه يغلي وبعدين بهدي عليه النار، نيجي احنا نكمل طبقنا المميز وكيف طريقه طبخه وكيف بدنا نطبخه صح. هذا موضوع جدا مهم ابو طه. يلا مش موضوع بس انه انا اعمل وصفه حلوه وبعديها خلص، ما في اي مشكل. طريقه الطبخه هي المهمه، واللي طبعا ممنوع تضيفوا عليها مي. مي هون على هذا الطبق ممنوع لانه راح تتفاجئوا بكميه المي اللي راح تكون بالصينيه ابو طه. كميه كبيره تكفي حتى اغمس مع رز. واحنا بتعرف احنا شعبنا صحيح بنحب الرز والغماس. بنحب الغماس نعم. وبنحب المرق وبنحب هاي الشغلات. فبناخذ نحب الارض وامي والاولاد ونحب عيون الحريه. خلينا نكمل لك الاغنيه. كمل. طيب يلا. طبعا زي ما حكينا ممنوع تضيفوا مي على هاي الصينيه. هاي صينيه من الصواني السهله والبسيطه اللي راح تنال اعجابكم الشديد. بنحط ورق زبده. نعم. وبنغطيها بورق الومنيوم فويل. نعم. وعلى الفرن ساعه ونص مكتومة كتم كامل. تمام. وبعدين بتفتحوا عليها وبتعطوها تحميرة، حتطلع معكم صينية إشي خرافي. 2 دجاجة مقطعة طبعا قطع أكيد من الطاحونة، كيلو بصل، ربع كوب زيت زيتون، كاري، هال، بهارات مشكلة. كل بهاراتنا اليوم من الضياء ومش راح أقوم اليوم حتى تخلصوا. ماشي. قرفة، ثوم مفروم، ورق غار، ملح وفلفل.